أنكم تتأكدوا تماما بشرف التصويت، تصويت سري. أنا ما أقدرش. وبعدين هل تتصور إن أنا أقدر أقول للحد والنبي صوت لفلان؟ دي فضيحة. تفتكر يعني ما كانش هتطلع دي على طول هيصرفها أحدهم؟ وأنا عايز اسم واحد واحد اتصرف لحد علشان المجلس يصوت عليه. عايز اسم، اسم واحد يقول لي عليه حد. طيب أنا أرجو أنكم تصدقوا الموضوع ده. الجائزة بتاعت العام الماضي الدكتور أحمد قال إن هو أوريدي خلاص. لا 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 مش بدي، لا لا مالهاش دعوة، دي مالهاش دعوة يعني. الشهادات التقدير طبعا بيوقع عليها الوزير، أما الألسنة فبيوزعها الرئيس أو إن طلب اللسان فياخد. الرئيس يعني طلب إن احنا نقيم عيد للمبدعين، وعيد المبدعين ده يعني بنحاول إن احنا نجعله في شهر يناير لتسلم بعض الجوائز، مش كلها لأنهم وصلوا إلى مئات، وده صعب جدا لو حسبنا الفترة اللي سافر فيها الرئيس على مصر ويسلم الجوائز هتصل إلى 6-7 ساعات. وده فاحنا هتبقى موجودة تسلم إلى الجميع، لكن سيادة الرئيس هسلم مجموعة محدودة والباقي هتكون مسلم وموجودة على الترابيزات أي حد. يعني ده حقيقي الأوسمة لم تلغى، برضو لم تلغى، كانت هتلغى لكن تحدثنا فيها. معالي الوزير الفنان الإنسان الأستاذ فاروق حسني وزير الثقافة، بادئ ذي بدء لابد أن أشكرك من القلب، لأنك حينما وعدتنا في العام الماضي بأن تستضيفنا هنا وفيت بالوعد، مثلما نشكر أيضا قيادات الهيئة المتمثلة في الأستاذ الدكتور أحمد مجاهد والفريق المقاتل معه الشاعر الكبير الأستاذ سعد عبد الرحمن والشاعر الكبير محمد أبو المجد على الكتب الأربعة التي وعدوا بها فأوفوا من خلال سيادتكم. أما ما أرجو أن يترحب صدرك الذي يترحب دائما له ولنا فهي هذه المقالب، والمقالب تتمثل أولا متحف سوهاج الذي تفضلت بتدبير الاعتماد اللازم له، لم يتقدم خطوة للأمام وهو يشغل مكانا ساحرا على نيل مصر أو على نيل سوهاج، ورغم افتتاح طريق البحر الأحمر وافتتاح مطار سوهاج الذي يعد مفخرة فلم يتم حتى الآن إنجاز هذا المتحف. اثنين، نشكر معاليكم على الاستجابة بإنشاء قصر ثقافة طهطا، لكنني أذكرك بما طالبت به في مؤتمرات سابقة من أن لدينا بقاع ساخنة في صعيد مصر، بقاع ساخنة في سوهاج تتمثل في جهينة وقمة وساقلتة، وهذه البقاع أهلها أهل حمية ويتمسكون بالأعراف والدين، ومن السهل أن يصطادهم أي فكر إرهابي ليحولهم إلى وجهة أخرى. نريد قصورا للثقافة في هذه الأماكن لتكون مركزا للإشعاع تجفف ينابيع الإرهاب فيها. ثلاثة، أقسم لك بالله يا سيادة الوزير، وأنا أشعر الآن أن روح عبد العالي الحمامسي الذي لم يذكره أحد، عبد العالي الحمامسي أحد الدعاة لهذا المؤتمر والمقاتلين تحت رايته، مثلما ذكرنا الأستاذ الكبير محسن خيار نذكر عبد العالي ونذكر عبد الفتاح رزق ونذكر محمد صدقي وهذا الفصيل الذي قاتل تحت الراية، وكنا نقاتل معهم ونحن خلف أسوار عزلتنا في أقاليم مصر. أشعر أن روحه تتلبسني، أقسم لك بالله، وعلى حد تعبير عبد العال علي الثلاث بالثلاثة. إذا سيادتك وجدت أو جدت آليات أنت قادر عليها لجوائز الدولة حتى تذهب لمستحقيها لكان ذلك إنجازا يحسب لك بعد 1000 عام، لأن الجوائز كما ترى ليست الجائزة الوحيدة المبرأة جائزة الدولة التشجيعية، وباقي الجوائز يرسل أحد كبار المسؤولين اسما فيصوت الآخرون عليه، أما المعتصمون بأسوار عزلتهم في الأقاليم فلهم الموت
وحدة البادية. سيادة الوزير، الجائزة التي تفضلت بأن تمنحها لنا في العام الماضي والتي تعد لها الخطوات التنفيذية، فأنا أخشى ما أخشى. أولاً كثرة اللجان والموضوعات التي تحال إلى لجان تموت فيها، هذه واحدة. الثانية يا سيادة الوزير، أنني أخشى أن يعتبر المسؤولون في المجلس الأعلى للثقافة أن هذا السقف هو أعلى طموح للأديب الذي يقتل الأقاليم مهما كانت قيمة إبداعه، لأننا منذ أعوام محجوبون عن جوائز الدولة في التفوق والتقديرية، لأننا لا نملك أصواتا تصوت لنا، ولا نملك، وأخشى أن يعتبروا هذه الجائزة هي كسرة الظل التي يرمونها لنا، وعلينا أن نصمت بعد هذا، علينا أن نقنع وعلينا أن نصمت. سيادة الوزير، أنا أريد منك، وأنت شجاع وأنت زاهد في منصبك، أريد إجابات شافية لا إجابات سياسية. يا سيادة الوزير، نريد إجابات شافية لا إجابات سياسية، وأنت قادر على هذا. زد على هذا السؤال الأخير، هل يا سيادة الوزير، سيادتك وقعت على شهادات التقدير التي منحنا بها جوائز الدولة؟ نحن لا نقلل من قدرك وأنت تعرف قدرك عندنا، لكن العرف يقول أن جوائز الدولة يوقع عليها رأس الدولة، يوكل عليها رأس الدولة، ثم قيل إن الأوسمة ألغيت، فهل ألغيت الأوسمة يا سيادة الوزير؟ نريد إجابات شافية على هذا، ونشكرك على رحابة صدرك، ونشكرك أيضا على تحملنا، ولكن فيما نعشم إن لم نكن نعشم فيك وأنت منا، شكرا لك. الحقيقة السؤال الأول عن مدخل سوهاج، وأنت تعرف ونحن نعرف أن الموضوع موضوع قانوني وداخل في قضية لم تحسن بعد، لكن التدابير المالية قد تمت، وال يعني تم أكبر جزء من التنفيذ، فنرجو أن ينتهي الموقف القانوني عشان نقدر نستكمل ده، لأن فلوسه موجودة. ده رقم واحد. إنشاء قصة ثقافة طهطة، أولاً اديني أرض 600 متر مربع، اشتغلت هو بيتكلم في جهينة. ابعت لي أراضي لكل واحدة منهم مخصصة لصندوق التنمية الثقافية، وسأبني لك مركزا ثقافيا في كل واحد. أما جوائز الدولة التقديرية، أحب أقول حاجة واضحة تماما ليسمعها الجميع. جوائز الدولة التقديرية تعتمد أولا وأخيرا على شرف رئيس المجلس، ورئيس المجلس لا يوافق ولا يسمح بأن تعطى الجوائز بالتدابير، لأن الأصوات هي أصوات سرية، وأنا لا أعرف بها إلا عندما تأتي لي الورقة لتسجيل الصوت. أرجو أن تصدق أن هذه الجوائز أنا بعتبرها شرف أصيل لرئيس المجلس، ولو راحت يعني جائزة بالتدليس وبالتزوير، تأكد أن دي في شرفي أنا شخصيا. أحب أنكم تتأكدوا تماما بشرف التصويت، تصويت سري أنا ما أقدرش. وبعدين هل تتصور أن أنا أقدر أقول للحد والنبي صوت لفلان؟ دي فضيحة. تفتكر يعني ما كانش هتطلع دي على طول هيسربها أحدهم؟ وأنا عايز اسم واحد اتسرب لحد علشان المجلس يصوت عليه، عايز اسم واحد يقول لي عليه حد. طيب أنا أرجو أنكم تصدقوا الموضوع ده. الجائزة بتاعت العام الماضي الدكتور أحمد قال إن هو أوريدي خلاص. لا 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 مش هذه، لا لا ما لهاش دعوة، دي ما لهاش دعوة. الشهادات التقدير طبعا بيوقع عليها الوزير، أما الأوسمة فبيوزعها الرئيس، أو إن طلب الإنسان فياخذ.
الرئيس يعني طلب ان احنا نقيم عيد للمبدعين، وعيد المبدعين ده يعني بنحاول ان احنا نجعله في شهر يناير لتسلم بعض الجوائز، مش كلها لانهم وصلوا الى مئات، وده صعب جدا لو حسبنا الفتره اللي صرف فيها الرئيس على مصر ويسلم الجوائز هتصل الى 6-7 ساعات، وده فاحنا هتبقى موجوده تسلم الى الجميع، لكن سياده الرئيس هسلم مجموعه محدوده والباقي هتكون مسلم وموجود على الترابيزات اي حد. يعني ده حقيقي الاوسمه لم تلغى، برضو لم تلغى، كانت هتلغى لكن تحدثنا فيها. سعاده الوزير الفنان فاروق حسني بدا كلمته بسؤال: اين الثقافه في مصر؟ هذا السؤال جعلني اتساءل بالتبعيه: ما هو مقياس الثقافه في مصر؟ هل المقياس هو النخبه او الصفوه المثقفه؟ وهم كما تعرفون قله نادره. ام المقياس هو الحضور في هذه القاعه الان، وهم ايضا بالنسبه ل80 مليون مصري قله نادره ايضا. اذن المقياس الحقيقي للثقافه في مصر هو رجل الشارع، وانا ارى ان ثقافه رجل الشارع في مصر قد تراجعت خلال الربع القرن الاخير. وعندي من الاثباتات ما يقطع من وقتكم اكثر من ساعتين لاقدم مظاهر عده لتراجع الثقافه عند رجل الشارع في مصر، لكنني ساكتفي بواحده فقط من هذه الظواهر. انا اعيش في اسيوط في شارع متفرع من اكبر شوارع اسيوط وهو شارع النيل. اعيش في قلب عاصمه الصعيد كما يقولون. اعيش هناك منذ عام 78، ومنذ شهرين فقط في العماره المقابله حدثت جريمه قتل. بعد العشاء بقليل جريمة خطأ ترتكب في قلب مدينة أسيوط في القرن 21، بعد مرور عقد من الزمان من القرن 21. هذه واحدة تدل على تراجع الثقافة في مصر. أنا أرى أن الثقافة في مصر قد تراجعت خلال الربع القرن الأخير، وأنا أتوجه للسيد الوزير فاروق حسني بصفته مسؤولاً عن الثقافة وصفة وزير أو منصب وزير عندي تعني المسؤولية المطلقة الكاملة عن ثقافة هذا المجتمع. أتوجه إليه: لماذا تراجعت الثقافة في مصر؟ ما هي الأسباب؟ وما هي وسائل العلاج سيادة الوزير؟